ولهذا سبحان الله الأذان هذا، الأذان هذا أو على بالك على وجه الأرض في كل دقيقة أو أقل من دقيقة يذكر اسم الله عز وجل واسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الليل والنهار يمشوا ومشتتين. هنا إحنا ما وعدنا نهار الليل، بعد دقائق يكون في جهة أخرى الليل قبلنا ولا بعدنا، على مدى 24 ساعة. والأذانات تذكر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، على مدى 24 ساعة يذكر في اسم ربي، ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه يصلي، ليه يشاهد الخطيب اللي داري في الجمعة إلى أخيه، مش حد سفرات، على مدى 24 ساعة ويذكر فيها اسم الله واسم نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا أمرنا أن نصلي عليه. نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ربي جل جلاله وعما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن لا نصلي؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من صلى بين الفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة، قولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات، رواه النسائي. شوف ذلك الفضل، 10 صلوات من الله عز وجل. من صلى على النبي صلى الله، الله جل جلاله يصلي عليك. كيف يصلي عليك؟ يثني عليك في الملأ الأعلى ويذكرك عند الملائكة. نعم، بنادم في الدنيا هذه ونقول اليوم ذكرناك بخير، ذكرك في مجلس معين، فكيف كنا نقول مثلا أو ذكرك تعالى وسموه الوزير الفلاني، تكبر بنادم ومعاش تنزل لذكر هذا الله جل جلاله وعم نواله، يذكرك في الملأ الأعلى عنده. من صلى علي 10 صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. نعم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.